عودي معكم الى استديوهات الام تي في بالنقاش لمتابعه اكيد وقائع مباراه العهد مع سلام صغرتها قبل ما نرجع ننتقل الى الملعب. نرجع لكوتش وسام خليل. نرجع نستعرض سوا الاهداف الثلاثه اللي تسجلت بالشوط الاول لصالح فريق العهد على سلام صغرتها. كوتش وسام يعني سيطره مطلقه للعهد، ما فتح له مجال للسلام انه يعمل شيء. يعني شفنا يمكن السلام بالدقيقه 45 او حتى بالوقت الاضافي اللي اعطاه الحكم دقيقه واحده شفنا تسديده وحيده على مرمى مهدي خليل، شيء بياكد قد ايه العهد كان من الاول مصر تا يحسم المباراة. شفنا انه العهد تفوق فنيا ونفسيا بهذه المباراة اللي محضر لها كثير. هيدي مميزات الفريق الناجح، عم نشوف يعني ايقاع سريع، تبديل مراكز، استحواذ، عم بيحاولوا يهاجموا بكل الطرق بالمرتدة ومن الجهة اليسرى واليمنى. هون خطأ من الحارس مصطفى مطر، هدف يعني الأول محمد الدوح بدقيقة ثالثة، ما بعتقد كان عنده كتير حلول. الخطأ الأول هو كان بتمركز علاء ترموس على العرضية الكتير حلوة اللي هي نص الجول. صحيح. عم شفت ثلاث جوال، ثلاث أهداف، الباس كان فيها تقريبا نص الهدف، بيكفي أنك تنهي. بس ذكية كتير بقدمه على اليمين قدر كسر وبالشمال سدد وسجل. كتير في فرق بين أنه المدافع يعمل ردة فعل أو يستبق الحالة. هون مدافع عطى تمريرة حلوة كتير، عم نحكي عن نور منصور بالدقيقة 27 لا محمد أدوح. أكيد هو هذا لاعب قلب دفاع، تبديل المراكز، التحرر، سلاسة باللعب، تسهيل المهمة على بعضهم، عم بتخلي لاعب مدافع يكون بهذا المركز الوضع. نعم. وما عم بيقدر خط الدفاع يلحق على مين بده يعمل المركاج يعني عم تشوف هون كان في لاعبين على خصم على العارضة يعني التانية. أخطاء دفاعية بالجملة لفريق السلام هون كمان علي حديد عم بيعطي نعم. الأسست هيدي مثل ما بتقدم كباية المي لحدا بده يشرب. تفضل، ما كفى طريقه وعطى طابة لواحد بوجه الجول للاعب زميله. هون قدوح ما كان عم يحلم بأفضل من هيك إداء وتهديف بالمباراة. كنت عم أقول جورج بهيك مباراة إذا المدافعين والفريق ككل منه جاهز إنه يستبق هالأمور اللي بدها تصير معه وما يكون عايش الماتش من قبل، ردات الفعل على الملعب أبداً ما بتكفي. كل هالنوتات الموسيقية اللي عم يعملها فريق العهد هون عم بتطلع نغمة فوز جديدة ما عم يقدر يستبقها خصمه. بأفضل حالاته اليوم فريق العهد، عم نشوف محمد حيدر بالنص عم يضبط الإيقاع. ثانك يو محمد حيدر إنه عم يلعب لبنان هو وغيره. في لاعبين مهمة، في عنا لاعبين بهويات لبنانية أجانب بس بمستوى عالي الأجنبي كرفرنس. يعني انتهت المباراة كوتش خلاص 3-0 عهد بالشوط الأول، إلا إذا بده يصير في عفوا على الكلمة هفوة من استهتار، وهذا مش دور هو لازم ياخدوه، ومنهم فريق لحتى يستهتروا فيه خصمهم. مفروض كل الاحترام يبقى، إذا حبوا يصعبوا المهمة على حالهم يعملوا شيء بأول 10 دقائق يزعجهم كل الشوط الثاني، هذا شيء صار هون كنا ما لازم يوقعوا فيه. أبرز اللي صار فرص الشوط نعم الأول ما اكتفوا بالأهداف، لأنه السيطرة الكاملة أعطيتهم كمان فرص كان ممكن يسجلوا منها. بالأربعة 4-3-3 تبع السلام صغرتا، إذا بدك تلعب هالقد لو هالقد قريب لمرميك بنص الفريق معنا ثلاثة أبداً ما عم يرتدوا، كثير لحبة عيني عن أطراف ما بترتد. اليوم أمدو مش هون، فاقدينه كثير استراتيجياً، واضح غيابه هجومياً، ارتداد الجناحين منه موجود، هذا شيء كثير بيزعجك بالأربعة 4-3-3. عندك المثلث بالنص ولكن على الأطراف أول خط للمواجهة هو الظهير، الظهيرين عم ينضربوا وقت تكون الهجمة على ميلتهم، وعم ينضربوا وقت تكون الهجمة على تاني ميل، عم يتمركزوا شوي خطأ، ما عم يستبقوا، ما عم بيضبوا أكتر لصوب الأكس. وشفنا هيك إجا أول جول، شفنا تاني جول عن الطرف إجا بزيادة عددية وبونتو، وشفنا الجول التاني إجا من العمق لأنه كان في كتير فراغ بمنتصف ملعب السلام للمناورة. من أنتقل على نرجع سريعا، شكرا كوتش ويسام، انتقل سريعا لأرض الملعب مع زميلين شرب الكريم وفارس كرم متابعة الشوط التاني عهد سلام.